حبيت ندير تسجيل هذه المرة إن شاء الله يكون قصير على باش ما نثقلش عليكم حول إدانة المحكمة الفرنسية لرشيد نكاز بشهرين نتاع سجن وغرامة مالية ونبين لكم هذه القضية حتى لا يتم استغفال بعضكم أو استحمارهم اعذروني على هذه المصطلحات لانه هذا هو الواقع وحتى لا تذهبوا ضحيه نتاع تدجيل في وسائل الاعلام المختلفه اللي حابين يصنعوا من هذا رشيد نكاز شخصيه كبيره القضيه وما فيها هو انه رشيد نكاز مع انه مولود في فرنسا وعيش في فرنسا وكبر في فرنسا ومع انه كان يقوم ببعض النشاطات كان المفترض في انه لما يكون انسان يحوس يولي شخصيه سياسيه ويحوس يولي رئيس جمهوريه ما يتصرفش التصرفات نتاع اي انسان خاصه في فرنسا حب يكون باش يكون رئيس في الجزائر وما لازمش يعطي لهم الفرصه حتى باش يستغلوه والله يضحكوا على الشعب الجزائري كيفاش هو اللي عايش في فرنسا في دولة نتاع قانون كيفاش هو اللي عايش في فرنسا في دولة وين انه جرجرو آه شراك للمحكمة وجرجرو ساركوزي للمحكمة وكثير من الوزراء دوفيلبان كثير من الوزراء جرجروهم للمحاكم كيفاش هو يروح يقوم بنشاطات دون ترخيص وفيما بعد يحاول يستغفل الناس ويحاول هو انه يجعل من هذه القضيه قضيه سياسه مخالفه لما درك واحد هو يروح لبرا يحرق سوسون تردي وراه درك هو انفاس نتاع لابوليس ولا الجدارميه كي يحكموه يقول لهم باللي سلال واحد يسرق في بارباس لما يحكموه قال سلال رانا في 2017 ياسين الكاس ما قام به هو مخالفه وفق القانون الفرنسي بالتالي درك هما حكموا على هذيك المخالفات هو واحد يوظفها سياسيا هذه هي القضية أتحداك يا سينكاز هو أنه تثبت بالدليل أنت راك تقول باللي تتحدث بالدليل وتحدث بالوثائق أعطينا دليل باللي راه سلال رفع بك دعوة قضائية خيرك تقول باللي سلال أعطينا دليل درك لما واحد يرفع واحد دعوة قضائية يروح يسجلها في المحكمة قال السيد هذا راهو جا حرجني ولا راهو جا كذا تعدى عليا ولا راهو جا دار لي كذا اعطينا دليل تقول لي باللي هو ما يقدرش يديرها يبعث ناس درك هذا صار سلال ويتحكم يتحكم في المحكمة الفرنسية صار بوشوار يتحكم في المحكمة الفرنسية وصار هذا سعداني يتحكم في المحكمة الفرنسية وإلى وقت غير بعيد راكم شفتوا ما الذي حدث للوزراء في المطار هذا سلال وهذا بوشوارب وهذا سعداني لو كان هم حبوا فيك لو كان لما دخلت للجزائر حكموك في المطار أو افتعلوا القضية عندهم الجهاز نتاع الشرطة ويختلقوا لك قضية ويدخلوك للسجن عادي جدا والله لو كان يحبوا فيك قاسما بالله ما تزيش النعمة وراهو بوزياف وراهو قصد مرباح رب المخابرات نهار اللي حبوا يصفوه صفوه وراهو معطب والناس وراه حشاني اللي كانوا زوج كلمات منه ينوض شارع وصلت الى درجة انه سلال رفع بيك دعوة قضائية في فرنسا وهو اللي حكم عليك بالسجن بالمناسبة انت عيد الميلاد انت عمك يعني الى هذه الدرجه نتاع الاستحمار والاستغباء نتاع المواطن الجزائري لهذ الدرجه هو كله من اجل على جال تلعب على العاطفه نتاع الناس ما هو الفرق بينك وبين هذ الناس اللي راهم يسرقوا ما هو الفرق بينك وبين هذ الناس اللي راهم فاسدين ما هو الفرق بينك وبين هذ الناس اللي راهم يظلوا في الشعب هذا نتاع تسعى للسلطه بالتضليل نتاع الناس مرم مطلقة ولا مانيش عارف أنا كذا وحدة هرب عليها واحد ولا كذا يلا أروح نتقهواو رايح دير التغيير وتحارب في الفساد المفترض هو أن الإنسان اللي يحارب الفساد يا سينا كاز ما يمارسش التضليل وما يلعبش على العواطف نتاع الناس إذا كان حبيت أنت الشفافية كون شفاف إذا كان حبيت الصدق كون صادق ما تكذبش على الناس لو كان أعطيت الأسماء نتاع هذا الأربعين اللص هذو اللي لك تحكي عليهم صباح مساء نعرفوا فيما بعد شكون اذا كان فعلا إن انت راك واذا كان انت راك تحارب في الفساد اعطينا الاسماء نتاع اللصوص ما تعطيناش الملفات نتاعهم عندك عقود نتاع بيع ولا عقود نتاع شراء سربوهم لك بعض الفرنسيين من هنا او من هناك بحكم هو انك انت تقول باللي تاجر في العقار وكذا هذا مكان واحد قال مثلا شاري وزير البنته ولا البنو ولا فيلا ولا ابارتومون ولا كذا وانتهى الامر حدثنا على كبار العصابات اللي راهم في البلاد حدثنا عليهم ونشوفوهم اذكرهم اعطينا الاسماء فقط نتاع 40 سراق اعطيهم لنا توفيق معاهم يا ترى جنرال تواتي معاهم يا ترى برابي يا ترى حداد الى غير ذلك من الاسماء اعطينا الاسماء نتاع 40 ما تعطيناش الملفات اعطينا الاسماء نتاعهم بركه سينكاس تارك تتكلم بالدليل وتتكلم بكذا اعطينا الاسماء نتاعهم برك هذا ما كان كي قلت لكم باللي راكم تديروا في السرك راكم تديروا فيه لو كان جيتوا فعلا حابين التغيير مش هذه هي الاساليب نتاع التغيير كاين افكار وكاين رجال ولو كان جيتوا فعلا حابين التغيير كنتوا تنسقوا وتعاملوا مع الناس اللي راهم يحوسوا على التغيير وكاين الطرق اللي نقدروا بها نحرجوا فعلا هذه السلطات انتم في خدمه من في خدمة من هذا ذرك انت سلال هذا لو كان هو حبي يحاكمك كيفاش هو المحكمة الجزائرية تبرأك وتحاكمك في فرنسا وتحكم عليك بالسجن في قضية في من تخدم انت تخدم في فرنسا وتخدم تخدم في النظام الجزائري في شكون خدمت انت سي نكاز علاش ما نقولوش حنا درك هذه فرنسا هي اللي ارادت ان تضربك بهذا الناس اللي راهم في الجزائر هما جات قال مثلا حرجتهم هذه القضيه نتاع نتاع البرقعه هذيك ولا كذا حبوا يستعملوها سياسيا وهما ما يروحوش مباشره يدخلوا في مواجهه مع جحافل من المسلمين والمسلمات عبر العالم طحت انت في البياج يلا هذه راها البدايه عندهم عندهم اشياء واحدة اخرى انت لحقت لدرجه انك تستعمل في الهاتف انت النقل تاعك داخل, داخل المحكمه وداخل الشرطه يعني تصور في أماكن اللي ممنوع فيها التصوير بل تصور في ناس بدون الأذن نتاعهم مستعمل الهاتف النقال حتى في المستشفى وحتى في المطار حتى داخل الطائرة الناس اللي راهم همال فين يسافروا لما تكون رايح البلاد ولا تكون رايح في أي مكان هكذا في الطائرة لازمك تكون موجود ساعتين قبل ما تقلع الطائرة لماذا؟ لأنه كاين هناك ترتيبات أمنية على جال باش هما يحرصوا على الامن نتاع المواطن تداخل الطائره كانك راك في مرشي وش لو كان الناس راها كلها تعمل كيما كل واحد يهز تليفون ويبدا يهدر في الطائره في البوس في البوس راهم دايرين ورقه باللي ما تهدرش انت مع ال الكونديكتور هذاك لانه راه هو راه يسوق قادر انت تاثر عليه هو انه يدير اكسيدون ولا انت كذا انت راك في الطائره قاعد دير لدير السيرك في الطائره اسكو انت دوك تحترم في القانون هذا انت اللي تحكي انت على القانون والدستور الدستور وعلى كذا انسان متحضر راك تقوم بهذه الاشياء على جل باش انت تعطي الصوره نتاع المشرفه نتاع المواطن المتحضر درك لو كان جاء انسان قال مثلا من الجزائر واحد اطار فيلسوف حقرته الجزائر وخرج للخارج وقال راهو يحكي هو ظلموه وحقروه وهمشوه وكذا وراهو يحكي في الخارج قال والله تاخوك خوك مترشح في فرنسا في 2017 وراها كاينه صور وفيديوهات ومن الناس اللي كانوا موقعين على جلب باش البوتفليقه جائزه نوبل للسلام اختك كانت مترشحه في نفس المدينه هذه وانت معاها دوك حب انت تقول لنا باللي لما انت تعطي الفرصة للناس لما انت ترتكب حماقات ما تجيش فيما بعد انت تجي تولي تحط في روحك انت راك في مرتبة انت ما على باليش انك ذا انت راك كنت تعطي لهم في الفرصة ولا زلت هذه درك الفرصة لمن مديتها مديتها لفرنسا اللي كانت هي تتربص بك وكانت هي تنتظر لك وقتاش انت تعثر والله اعطيتها انت للسلال والجماعة نتاعو لما مديت هذا الكادو هذا تاع انك ذوك لما يدخلوك للسجن ها هو عندك ذوك انت في القضاء في فرنسا عندك انت الذروة لعدة ايام على جل باش انت تطعن في الحكم هطعن في الحكم واعطي الدليل باللي آه راهم هما مخالفين القانون هاي يلا رانا ننتظروا فيك واذا ما عندكش راح تعقب شهرين في الحبس والله لا على بالهم بك غير تعقبهم كيما انت كيما ايها الناس شكون اللي عطى الفرصه للسلطات الفرنسيه هل يعني ترى مثلا سلال ولا يحيى ولا بوشوار هو رفع بيك دعوه قضائيه من قبل في فرنسا شكون اللي كان يحوس على الاخر على ارض فرنسا انت اللي كنت انت تخرج كل مره في فرنسا بالتالي دوك حب انت تحمل سلال وحاب انت تحمل بوشوار بوسعداني والى غير ذلك من انهم هما اللي راهم في فرنسا انت اللي أعطيت لهم الفرصه انت اللي أعطيت الفرصه للسلطات الفرنسيه على أجل باش تتدخل هي انت لهم الفرصه باللي انت مظلوم انت ضحيه وفي نفس الوقت الان حب انت تستعطف الناس من خلال لما انت تدخل للسجن تولي تسير فيه هذه المنظمات نتاع حقوق الانسان على جال باش تتحرك في القضيه نتاعك وكذا ارتكبت مخالفه ارتكبت مخالفه راك تدفع في الثمن نتاعها وانت راك مولف تدفع مش هذه المره الاولى اللي انت راك تدفع في الاثمان لانك انت في فرنسا بحيث هو ان القاضي ما تقدرش تلعب له على المورال تاعو ما تقدرش تلعب على العاطفه نتاع الناس كيف ما راك تلعب العاطفه نتاع بعض النساء المطلقات وبعض الناس هذوك اللي مساكن محتاجين حنان محتاجين كذا واحد قال يجي يشرب معك قهوه وواحد يجي يسافر 300 كيلومتر عجل باش يتصور معاك و... هذو ما تقدرش ت... هذو قدام الدار والله لا على بالو بك لا بروف هو انه بالصوت وبالصوره تروح لثما يقول لك اعطيني الاسم نتاعك حتى اذا راهم يعرفوك تلحق ذمك وتعطيني الاسم نتاعك خطر على هذوك ما تقدرش تلعبهم على العاطفه نتاعهم فين من رك تخدم درك تخدم في النظام الفاسد هذا بحيث هو انك انت ذوك صرت تبين في القضاء الجزائري باللي راه احسن من القضاء الفرنسي هذه التناقضات اللي راك داخل فيها وطالع معها وهابط معها هذا دليل من انك تريد فقط الظهور في وسائل الإعلام تريد تضليل الناس بأي طريقة أو بأي وسيلة من أجل الوصول إلى الأغراض نتاعك ليس إلا سيدي الله كان في الجزائر راح على باش يحضر في بجاية هم على بالهم هذا راهم ناس ما مش ناس سهلين فوتوا عليك الفرصة لأنه عارفينك باللي راك أنت تستغل فيها إعلاميا فوتوا عليك الفرصة وانتهى الأمر والدليل في ذلك مش كيف ما كنت انت تكذب على الناس وتقول لهم باللي طردوني ما طردوك ما والو حولوك فرق بين التحويل والطرد لو كان طردوك نعطوك بالكتبيات هو ما حولوك من بجاية العاصمة في طائرة ولا بروفك انت تقول بروحك بلي دا داروك في البريمير كلاس حولوك وانتهى الامر المهم انت الان بهذه القضيه في من خدمت انت تاك تخدم في سلال اه سلال اللي دخلت انت على المطار تاع الجزائر وداروا لك الطياره بروميير كلاس وخلاوك مشيت وهاك جيت لفرنسا حكمتك فهمت هذا فر... مال السلال هذا راهو صار يحكم في فرنسا الجزائر مال هي تحكم في فرنسا ماشي العكس ومن بعد لما تراجع رحت على البرتغال فهمت لانك انت عندك موعد في الجزائر في, فرنسا بالتالي لازمك تدخل ما لقيتش بالك البي باش تجي لفرنسا رحت على البرتغال ومن بعد يلا قال رايح البرتغال يلا قال والله نضرب فيها دورة ترى السفاره لقيت روحك وحدك الدور يلا ومن بعد وليت الورد مليح والبيبان ملاح وحطها وكذا وصافي بليزير وصافي بليزير ومن بعد يلا كمل السيرك نتاعك قهوة وتاي في الشون ويلا ومشي يا المختار كمل في السيرك نتاعك يا كاس هس. صرت انت تستعمل في الوالدة نتاعك من اجل القضية نتاع مخالفة قال باللي راهو الانيفرسار تاع مو ام دارو له اسمو هدية بشهرين حبس يعني لهذا الدرجة هذي انت واللي تستحمر في الشعب تاخد ولو كان توصل للحكم واش راح تدير راكم تشوفوا في الوقت اللي الناس راها تتحدث على وراوها الانهزام الفريق الوطني ضد تونس يخرج سينيكاس في الوقت المناسب هاكم شفتوه كل مره تجي قضيه يحاول يستغلها ويحاول يوظفها سياسيا وهاكم تشوفوا فيها راه مساله نتاع مخالفه لانه في فرنسا لما تكون راح تدير نشاط سياسي لازمك تعلن عليه وكاين ماهيش امور معقده ولا تروح لا بريفيكتور تقول لهم باللي راني واسمو يعطيو تصريح وراح بالسلامه بالعافيه حدولك الوقت والتاريخ لانه ترك في الدوله نتاع قانون اي انسان لو كان هو يولي يمشي بالطريقه نتاعك انت اي تنوض فوضى اي تنوض حرب لو كان الناس تولي تمشي بالطريقه نتاعك انت اي الحرب تنوض كون يولي كل واحد راهو ينقل في الطائره كيما راك على المباشر وكل واحد يدير كيما انت تحوس على انت دوله القانون دوله القانون هو انك على الاقل امشي بطريقه اللي راك تبين بها بلي راك انسان واعي وانسان متحضر وانسان كذا وانسان كذا كيفاش انت تستعمل في المباشر في مناطق ممنوع من تنقل فيها مهم الإخوة والأخوات إذا ما نطولش عليكم هذه هي المسألة نتاع رشيد نكاز مخالفة راهو يسلك عليها غرامة هو راهو في سلك الغرامات راهو يسلك على الناس هذا راهو هو أنه يلم الدراهم يروح يمدهم الناس اللي راه ما عندهمش قرعة غاز في البلاد والله ينفع بهم ناس قال مثلا واحد ميت مات في فرنسا والله ما لقاوش باش ي... يدير خير في الناس هكذا هاو يمد فيهم لفرنسا يسلك في الغرامه نتاع المنقبات وكل مره يدير مخالفات هكذا يسلك في المخالفات ويحاول يستعملها سياسيا كله من اجل الظهور ومن اجل باش يوصل الاهداف تاعو هو الاكيد راه مع ناس هكذا راه يدعموا فيه ما راهوش يمشي غير هكذا وللاسف الشديد هو أن المواطن الجزائري كاين منهم اللي ما عنده وعي سياسي وبالتالي الخوف على هذا الشباب هذا هذا الانسان هذا اللي هو يجي رشيد نكاز كان مترشح في فرنسا وخوه مترشح في فرنسا في 2017 واخته مترشحه في فرنسا ويجي هو يهدر لك يقول لك باللي باللي هاد الناس راه تحكم فيهم فرنسا ويجي هو يلقى بعض من الشباب يجي اللي انت عندك 16 سنه ولا 17 سنه كاين اللي عنده 20 سنه ولا اكثر من 20 سنه ما روحش للبلاد لاجئ سياسي والديه مات وما شافهمش ويجي هو يهدر لك على رشيد نكاز على اساس انه راهو معارض وانترك تشيت ال وتشيت السلال وتشيت البتفلحة. لانه هاد الناس كلهم راهم تحت الوطن نتاع التظليل هذه هي المهم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته